ازيكم يا جماعة، معاكم خالد محي الدين، والنهاردة هنتكلم عن جارفيس مارتش، الالجوريزم اللي من خلاله هنقدر ان احنا نجيب الكونفكس هال لمجموعة من النقط. اتكلمنا اول الالجوريزم عن الاكستريم بوينتس، وبعد كده اتكلمنا عن الاكستريم سيجمنتس، والنهاردة هنتكلم عن الجارفيس مارتش. بكل بساطة فكرة الجارفيس مارتش ايه؟ ان انت بيكون عندك مجموعة من البوينتس، وعشان بس اذكركم للناس اللي ممكن تكونش فاكرة، احنا عايزين نجيب الكونفكس هال اللي هو النقط اللي هي بتبقى بره وتعمل لي منصله، بعد كده تطلع لي الشكل ده. ده اسمه كونفكس هال، ده اللي انا عايز اجيبه. طيب ازاي بعمل دوت في الالجوريزم بتاع جارفيس مارتش؟ بيقول لك الالجوريزم ببساطه ان انت هتجيب مثلا اقل نقطه عندك موجوده في الواي اكسس مثلا، وليكن هي النقطه دي، تمام كده. بعد ما بتجيب النقطه القليله او اللي تحت دي خالص، انت ببساطه بترسم لاين. اللاين ده بيبقى ايه؟ بالشكل اللي انت شايفه دوت. وبعد كده بنوصل النقطة دي بكل النقط اللي موجودة عندنا، تمام؟ ده بيفكرنا بالفكرة بتاعت الاكستريم سيجمنت، كنا برضو بناخد نقطة ونوصل بيها بكل النقط التانية، وكنا بنتست هي النقط التانية موجودة على جنب واحد منها ولا لا. هنا بقى الموضوع مختلف، انت بتوصل النقطة ببقية النقط، تمام؟ النقطة اللي انت ماسكها اللي هنسميها مثلا اكس هتوصلها ببقية النقط، وتبدأ تشوف الزاوية اللي عملتها النقطة دي او السيجمنت اللي طلع مع الخط اللي انت رسمته ده. يعني مثلا انا الخط اهو، وهعمل اللاين ده مثلا، رسمت اللاين دوت، الزاوية دي اوكي موجودة ماشي. انا بفضل اتست بقى واشوف الزاوية اللي بعدها، طبعا انا مش بحسب الزاوية بس يعني هو كالجوريزم بيحسبها لوحده، احنا مش مطلوب مننا ان احنا نعمل ده، وبنشوف الكلام دوت وهكذا لحد ما هنوصل للزاوية دي. الزاوية دي هتبقى اكبر زاوية اتعملت فيهم كلهم مع الخط دوت. فانت ببساطة هدفك في الالجوريزم ده ان انت تمسك بوينت، اقل بوينت عندك من تحت من الواي، وتبدأ ان انت توصل سيجمنتس مع بقية البوينتس وتشوف الزاوية. اوسع زاوية من ناحية اليمين هي دي هو ده الاكستريم سيجمنت. يعني انت دلوقتي الزاوية اللي طلعت معاك من الخط اللي على اليمين ده، دي كده اوسع زاوية في جهة اليمين. يعني انت عمال ايه تدخل ناحية اليمين لحد ما طلع لك اكبر زاوية. اكبر زاوية هي دي البوينت اللي لما توصل معاها تطلع لك الاكستريم سيجمنت. فبالتالي هيطلع لك اول اكستريم سيجمنت هنا اللي هو ده. لو بنعمل اللاين كده ونبدا نوصل، بنبدا هنطلع هنكتشف في الاخر ان دوت السيجمنت اللي طلع معانا. طيب ايه اللي بعد كده؟ دلوقتي بدخل على النقطه الثانيه اللي انا لسه موصل معاها السيجمنت. يعني انا مش بختار نقطه عشوائيه بقى، لا، ده انا همسك النقطه الثانيه دي اللي انا لسه موصل معاها وابدا اعمل لها نفس الكلام. هشوف بقى بس هنا بقى اللاين اللي انا هرسمه مش هيبقى لاين هوريزونتال كده، لا، ده هيكون لاين بكل بساطه ماشي مع الاكستريم سيجمنت اللي طلع منها. ونبدأ برضو نوصل مع الباقيين، وهنكتشف ان ده طلع لي اوسع زاوية جاب معانا، فبالتالي هيكون هو ده اللاين التاني. نفس الكلام هنعمله مع اللي بعدها، هنمسك بقى النقطة دي، وبعد ما نمسكها نوصل مع بقية النقط. طبعا فين اللاين اللي انا بحسب عليه؟ هو ده بقى اللي هو كان طالع الاكستريم سيجمنت. فبالتالي هقوم قايس، هلاقي ان دي اوسع زاوية ناحية اليمين او على يمين النقطة دي جات لي، يبقى بالتالي هو ده الاكستريم سيجمنت اللي بعد كده. نفس الكلام هخش على النقطه اللي بعدها واوصل ببقيه النقط، وهكتشف ان النقطه اللي فوق على الشمال دي هي اوسع زاويه طلعت لي. بكمل بنفس الطريقه لحد ما اقوم ماسك كل الاكستريم سيجمنتس اللي عندي كده. هي دي فكره الجارفيس مارتش. ايه الفرق بينها وبين الاكستريم سيجمنتس؟ في الاكستريم سيجمنتس انا كنت بختار اي تو بوينتس، تمام، وابدا ان انا اوصل اللاين بينهم او السيجمنت اللي بينهم، واشوف بقى النقط التانيه على يمينهم وعلى شمالهم، وكنت بختار نقط عشوائيه جدا. انما هنا انت مش محتاج ان انت تعمل كده، انت هتختار النقطه اللي في الصغيره خالص، اقل نقطه من حيث الواي، يعني اصغر نقطه في الواي هي دي النقطه اللي عندك. فبالتالي انت ضامن ان النقطه اللي انت هتختارها هي اكستريم بوينت. وغير كده انت مش محتاج بقى تعدي عشوائيا على بقيه النقط، لا، انت طلعت اكستريم بوينت وهتجيب لك السيجمنت ده. بدل ما تعدي على اي نقطه ثانيه عشوائيه، انت هتروح على النقطه اللي طلعت لك من الاكستريم سيجمنت اللي طلع. فبالتالي النقطه دي انت ضامن ان هي معاك، فتدور على سيجمنت ثاني يوصل لك النقطه دي بيها. يعني هتدور على سيجمنت وانت هتكون متاكد ان دي اكيد هتطلع لك سيجمنت، اكيد، ما هي طلعت لك اكستريم سيجمنت هنا، فاكيد هتطلع لك اكستريم سيجمنت ثاني اللي هو ده. ونفس الكلام بدل ما تختار اي نقطه عشوائيه من اي حته، بتختار النقطه اللي انت لسه واصل بيها وانت متاكد ان النقطه دي اكستريم بوينت،
وبالتالي لما بتيجي تستخدم الالجوريزم دوت وارد وتيجي توصل فاكيد هيطلع لك لاين تاني. فانت كده وفرت فكره ان انت بتدور بشكل راندوم من حيث ان انت جبت اقل نقطه وهي من حيث الواي، وممكن على فكره تعمل دوت من حيث الاكس، يعني انت ممكن تجيب اقل نقطه هنا ونفس الكلام تشتغل على بنفس الطريقه وتطلع اوسع زاويه فهيطلع لك السيجمنت ده وهكذا. فانت بتجيب اكبر نقطه او اصغر نقطه من حيث الواي او الاكس، برضو ممكن من هنا وممكن النقطه دي تبقى هنا، وبتبدا ان انت بعد كده تدور على اوسع زاويه من ناحيه اليمين اللي تيجي معاها، ومنها تاخد النقطه اللي بعدها واللي بعدها، وده بيوفر لك فكره ان انت تعدي على النقط بشكل عشوائي وبيكون احسن بالنسبه لك في الـ في الـ في الـ في الرننج تايم يعني. ودي بتنزل لي الكومبلكسيتي من ان باور 3 لان باور 2. لو فاكرين كنا خدنا في الاكستريم سيجمنتس كان الكومبلكسيتي ان باور 3، فهنا هتوصل لان باور 2. وهي دي فكره الجارفيس مارش. واحنا بنعمل دوت من خلال ان احنا برده بيكون في فكره السورتنج في الاول. يعني احنا لو رجعنا كده شويه هنلاقي ان احنا الفكره بتاعتنا بتدينا سورتد ليست فيها الفيرتيسيز كلها، فدي بتساعدني اكتر كمان ان انا بقى عارف البوينتس موجوده ازاي، او عارف فين اول بوينت وفين اخر بوينت، ده بيخليني اختار النقطه الصح. وبس كده، ده كان فكره الجارفيس مارش، وان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم عن الالجوريزم اللي بعده. والسلام عليكم.